بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، هكذا هي المتعة، هكذا هي رياضة سباقات الهجن، رياضة الآباء والأجداد والموروثة الشعبي الكبير الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة. أيضا هذه الانطلاقات وتحدياتنا المستمرة في أرضية هذا الميدان، عاصمة ميادين سباقات الهجن. ينطلق شوطنا العاشر، يسير بحفظ من الله وتوفيق بتحديات الإبكار من فئة المهجنات الأصايل لمن الفوز والانتصار. لا نسبق الأحداث، بل ننتظر ونتابع ونشاهد ونعطي لكل ذي حق حقه من التعليق. أبدأ مباشرة مع المركز الأول، مع زاخر اللي على المركز الأول، حميد بن محمد بالدويس الشامسي، يتقدم ويتحرك على المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه القادمة هي معزة اللي على المركز الثاني بشعار عبيد بن احمد بن حمد الظاهري. انتقل الى المركز الثالث واجد شيمه لحمدان بن جمعة بن حميد بن عمهي القادم في هذه اللحظات والمتحرك على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول من الصمود لعوض بن مبارك بن سعيد المحيري، بينما المركز الخامس سما لحمدان بن حمد بن سالم الدرعي قادم بالمركز الخامس، بينما المركز السادس طلب ليزرب بن سالم بن يزرب بالذويب العامري، بينما المركز السابع وصلت في هذه اللحظات وتحركت في هذا المستوى الجميل من خلال هذه المنافسة وهذه التحديات الرائعة الواصلة بهذا الأداء. هي القادمة هي المتحركة، هي مرموقة ناصر بن حمد بن خلفان المزروعي يصل ويتحرك أيضا ضمن المتحركين، واللي وصلت أيضا هذه هي النشمية لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيطة المري، وتحركت مع زلي جابر بن صالح بن علي القعود المري. يا سلام يا سلام يا هذه المنافسة، يا هذه التحديات، يا هذا الانطلاق المميز. لكني بعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى التغيير اللي طرى وجرى على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. هذه معزة هنا على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. إذن هنا كما تبين لي أن الرقم 28، فهذه روعة لناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي اللي على المركز الأول واللي على الصدارة الأولى مع المركز الأول هنا مع الانطلاق. لكن التغيير هنا طرى وجرى مع زاخر اللي غيرت لحميد بن محمد بدويس الشامسي بالمركز الأول، ولكن وصول من معزة تصل لجابر بن صالح بن علي القعود المري، والتحرك يبدأ هناك مع انطلاقتي وتحركات الشعارات اللي بدأت بالهجوم، واللي وصل مع سما حمدان بن حمد بن سالم الدرعي. يا سلام يا هذه المعركة، يا هذا الصراع، يا هذا النزاع من أجل ويش، من أجل الفوز وكلمة الناموس. هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة يسلم. يا سلام المعركة، الأداء الانطلاقي والتميز، مرموق ناصر بن حمد الخلفان المزروعي، وتحرك بن مشيطة هذا المشاكس من أجل الفوز اليوم مسوي بلبلة. بن مشيطة يقدم النشمية، محمد بن حمد بن سعيد بن مشيطة المري هنا على الصدارة. مر المري وتقدم بن مشيطة، يتقدم بإبداعاته بشعاره بتميزه. تهانينا والناموس لمالك
النشمية محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. سلام الباحية، سلام على هذا الفوز والانتصار، سلام العاصمة أبو ظبي على الإبداع الكبير. هذه النشمية لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري من حقق هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سمى حمدان بن حمد بن سالم الدرعي. المركز الثالث وصلت فيه هناك مرموقة ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي. المركز الرابع كانت حاضرة هي منصورة علي بن هلال بن مران المنصوري. والمركز الخامس كانت مع المركز الخامس العزوم لسعيد بن سالم بن عامر العامري. إذن بن مشيط سلام سلام سلام. شوفوا اللقطة، شوفوا الإبداع الكبير هنا مع هذا الشعار الكبير، من قدم لنا النشمية وحقق هذا الفوز والانتصار الكبير، محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. توقيت الزمني 6 دقائق 8 ثواني، وفاء وتماما وكمالا تهانينا لك على هذا الإبداع الجميل. بينما المركز الثاني سماء حمدان بن حمد بن سالم الدرعي. توقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث هناك كانت القادمة مرموقة ناصر بن محمد الخلفان المزروعي، وتوقيتها الزمني 6 دقائق 10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. هو توقيت المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.